داكشي اللي قال لك بيسوما راه غنزيدك عليها، اننا من جينا حنا تفاجئنا بيسوما كيصور في هذاك الفيديو نور اسلام، جينا بحال هكا جينا كنقلبوا عليه في الغار، بعد دخلنا المره الاولى للغار من وراها ما لقيناش، خرجنا مشينا للغابه كنقلبوا ونلقاو شويه كيبان لينا كنتفاجئوا بيه جاي وهز واحد الميكا فيها واحد الحوايج وفيها الحمري، حنا كنسحابهم دم، حنا وليت نقولوا قتل الدري هذا، من جينا كندوي معاه وادي كيقول لنا راه ذبحت، وكيقول لنا هذا كيدخل وخرج في هضره شويه صافي، فاش جا دخل هنايا لداخل الغار بقى واقف، عيطنا للبوليس السلطات جاو، هو مع الانسان عادي مسكين اللي دايرين ليه دايرين ليه على البوليس وهذا. ثم نور اسلام صاحب قناه بسوما نور اسلام، المهم القصه ديال هذا الشيء كامل بدات كنا حنا جايين اننا نصوروا واحد الفلوغ في واحد المنطقه هنايا في الغابه، اذا بينا كيقول لنا الوالد ديالي اجي نكتشفوا واحد الغار اللي كانوا كيدخلوا ليه هما في الطفوله صغار كانوا. صافي كما كتسمعوا راه الشخص راه كيقرا القران هنايا. صافي مشينا بقى حكر علينا، دخلنا حنايا جينا بغينا نكتشفوا هذا الغار هذا، اذا بينا كنكتشفوا انه الغار تردم، الغار ولا مردوم. صافي بقى علينا الوالد لا ما ندخلوش لا ما ندخلوش لا ما ندخلوش، قلت لهم انا غناخذ هذه البادره وغادي ندخل انا الاول، هذيك اللقطه اللي غادي ندخل انا حتى كيخرج لي الشخص هذا في وجهي، راه نقدر نقول لك واحد اخر يطرى لي هذا البلان هذا يقدر يتسطى فيها، ولو اننا كنا دخلنا وخرج لينا هو لداخل يقدر بنادم صافي يقدر يتسطى فيها بنادم. صافي خرج عندنا السيد، فين حنا شي واحد راه كاين هنا، وحنا اصلا ما كناش عارفين راه كاين شي غار هنايا، حنا راه ولاد المنطقه ولاد هنايا ديما كندوزو منه، وكان ما عمرنا حكرنا انه كاين شي غار هنايا ولا كاين شي حاجه. با اللي مع الناس القدام ديال الدرب هو اللي كان عارفنا كانوا كيجيو قديم. الوالد ديالي من الناس القدام ديال هنايا هما اللي كانوا كيدخلوا لهاد الغيران هنا وداك الشيء. صافي ملي خرج عندنا الشخص شويه كنتفاجئوا كيبان لنا دري معاه، دري صغير راه تقريبا راه عنده 5 سنين وما 6 سنين. صافي حنا تفاجئنا كنقولوا دري صغير اش كيدير في هاد الغار هذا. صافي من بعد اكتشفنا انهم هما كينعسوا في هاد الغار هذا، بالرغم انه هاد المنطقة هادي راه كتشكل خطر كبير، راه الله يحفظ دابا تقدري تشوفي تقدر تدوز من حداك شي عقرب ولا حنش، راه تدخلوا عندي القناة راه غتلقاوني شاد العقارب هنايا كاينين في هاد البلاصة. يعني نعطيكم غير مثال، راجل جرات عليه مرتو لا قدر الله، راه يقدر يمشي ينعس عند صاحبو، يقدر يمشي ينعس في الجردة، راه ما طيحش عليه الفكرة أنه يجي ينعس في غار. حنا والدينا اللي تيعرفوا، حنا في الأول ما عرفناش، حنا في الأول قلنا راه كيتعدى على الدري، لا راه الدري ماشي ولدو، يعني الله يرحم الوالدين اللي كيلوح شي مغالطة شي حاجة اللي فكرة خاطئة، الله يرحم الوالدين ما تبقاوش تلوحوا بحال دوك الفيديوهات اللي غادي ديو فيهم نتوما الإيتم، يعني الإنسان إلا دوا في شي حاجة يعرف شنو هو تيقول. حنا السيد ما عرفناش شحال تقريبا هو كاين في هاد الغار هذا، ما الله أعلم. والوالدة ديالو مسكينة راه تقهرات، راه تيدخل عليهم للدار وفهمتيني وشحال من حاجة وحاجة. المهم حنا بهذا الفيديو هذا كنتمناو من المسؤولين يتعاونوا مع داك السيد، الله يرحم الوالدين، شي مسؤول اللي كيتفرج في هذا الفيديو هذا يشدوه ما يطلقوش. كنشكر هذا الراقي اللي جاي دابا ان شاء الله من عين المكان، غادي يجي غادي يرقي هذا السيد هذا ان شاء الله، وحنا غادي نحاولوا برغم اننا راه كنغامروا براسنا دخلنا لهذا الغار هذا، غنحاولوا عاوتاني نشدوا ان شاء الله ونشوفوا داك الشيء في يد الله، هذا الشيء كامل لله في سبيل الله. زائد حاجه مهمه اللي اهم حاجه في هذا الموضوع كامل، بغينا داك الدري تكلف به شي جمعيه، تكلف به، حيت الام راه في جهه والاب كما كتشوف، يعني شكون اللي غيكون في العون السند ديال داك الدري الصغير؟ راه ما عنده لا حنين لا رحيم، راه جداته حتى هي يلاه مكلفه مع ولادها الاخرين مسكينه، وحتى هي مقهوره والحاله ضعيفه وساكنين غير في بيت وصافي. هادشي اللي كاين حنا حاولنا جبدناه من هنايا، حنا لهم وداوه هما وعاود طرقوا، راه ضرب البوليس في الاول، ما عندوش مع البوليس، ما عندوش مع انسان واحد عادي يدخل عنده يديرينو لي هو على البوليس مسكين، والسيد ممسوس دابا عادي شي تقدر تمشي تدو معاه يدو معاك عادي، سمعتي تقدر تدو معاه يدو معاك عادي، ولكن اللي يديرينو لي مسكين ديالنا يتكلفوا بالراجل وبولدو، واهم مطلب من هادشي كامل هو بغينا هاد الغار يتسد. رجع عندنا بغينا هاد الغار هذا بغينا يتسد، يديروا شي حل اللي يسدوا الغار، حيت راه غيبقى شي واحد الله يحفظ، راه ضربوا حنش ضربوا عقرب، الا ما ضربوا حنش عقرب غيضربوا شي واحد، راه حيت هادشي بماليه، راه حنا اللي دخلنا لهادشي هذا وعرفنا شنو هو كاين هنايا. والسلام عليكم.